حالتها بتسوء كل يوم اكتر من اليوم اللي قبله. انا عارف عارف الحكايه محتاجه شويه صبر يا ليلى. هي حكيت لك عن سيديهات كانت محتفظه بيها؟ سيديهات ايه؟ ربع وقت ما تم القبض عليها اتخذ من عندها سيديهات، ده كتب في محضر المباحث، ومن المؤكد طبعا انها بفعل فاعل، والواضح ان الموضوع تم باقصى سرعه لدرجه ان اللي خد السيديهات ما كلفش نفسه وحط سيديهات مكانها عشان يظبط بيان الاحراز. تقصد انهم مورطينها في الحكايه دي كلها من ورا السيديهات؟ تبقى حكيت لك عنها. انا هقول لك على كل حاجه. تمام تمام، ابلغه باخر التفاصيل بعد ساعه. تمام سعادتك. ايه هو اللي تمام؟ العنصر اللي هنستخدمه من جوه الاوتيل غير الشيفت بتاعه بكره زي ما امرته عشان يبقى بعد الظهر وجاهز بمعرفه كل التفاصيل. زي ما عيدت بنفسك يا شوقي، الداخليه مطلعه طقم حراسات الف للوفد ده ثابت في اللوبي وكوريدور الغرف بتاعتهم ومتحرك اثناء الزيارات الخارجيه. مظبوط سعادتك. انسب مكان لتنفيذ العمليه هو المطعم، ده المكان الوحيد المفتوح اللي بيتجمعوا فيه كلهم في وقت واحد ويسمح بدخول اي حاجه احنا عايزينها. عشان كده امرت ان العنصر اللي هنستخدمه يبقى من اللي شغالين في المطعم. بالظبط. بس كده هتواجهنا مشكله تانية، دخول القنبله. احنا لو حطينا القنبله جوه شنطه اي جيست من اللي في الفندق هنحتاج نفككها، وده طبعا هياخد وقت لتجميعها تاني، غير بقى احتماليه انها ممكن تترصد على جهاز الفحص وهي داخل. ما تقلقش يا شوقي، انا عامل حسابي. كل يوم الساعه 11 بالليل في عربيه توريدات بتسلم طلبات للمطبخ. القنبله هتدخل جوه كرتونه منهم، هتتخزن مظبوط ويتامن عليها بحد من عندنا لحد ما بلغك ساعه الصفر. تمام تمام يا علي. طيب اسيبكم تتكلموا براحتكم، مشوار كده وهرجع. ماشي. يا زين ايه الاخبار؟ ليلى بتقول لي انك عايزني في موضوع مهم. انا مقدر الخطوره اللي بعرضك ليها يا جمال. البوليس بيدور عليك وممكن يوصلوا لك في اي لحظه. اما عادي ما تشغلش دماغك. بس انا عايز اعرف بتقدر تتحرك ازاي كده من غير ما يوصلوا لك؟ دي حاجات متمرن عليها طول عمري لدرجه اني حبيت خلاص الموضوع. خير بقى فيه. يا ترى ليلى انا قالت لك شكوكي بخصوص قضيه القبض على ربا؟ ربا مين؟ البنت اللي خدت منها التسجيل وزعته في حلقتها بتاع المكالمه اللي بينك وبين ابو العزم. هو ده المصدر اللي ما رديتش تقولي عنه مش كده؟ بالظبط. خافت تعرض حياتها للخطر بس اهو اتورطت في قضية أكبر. قضية إيه؟ قضية تخابر. ربا مهندسة اتصالات في شركة سيجنال، اتهموها بالتجسس على مكالمات مسؤولين كبار في الدولة لصالح إسرائيل. وده إيه علاقته باللي بيحصل معايا؟ ربا وقت ما تم القبض عليها للأسف كان عندها سيديهات كتير عليها تسجيلات. التسجيلات دي والسيديهات دي اختفت اول ما راحت النيابه، او تقدر تقول اتسحبت بفعل فعلي. والتسجيلات دي كان عليها ايه؟ اللي عرفته من ليلى انه تقريبا كل مكالمات ابو العزم في الفتره الاخيره. وايه علاقه ربا بابو العزم اللي خليها تسجله؟ انت ما تعرفش ان هي اخت الصحفي رضا حلمي اللي كان على صله بابو العزم قبل ما يتم اختفائه بطريقه غامضه. يعني حد قاصد يحميه حتى بعد موته. ابو العزم هو اللي قتل السفير بهجت سالم اللي انت متهم فيه. الحاجات دي يا جمال لما تيجي تركبها جنب بعض تلاقي لا يمكن تتم بالصدفه. في
في حد مرتبها ومصر انها تتم بالشكل ده. دايره تصفيه وتنظيف. بس اللي انا متاكد منه ان الدايره دي يا جمال بدات تقرب وهتقفل عليك. بص يا زين، انت كل اللي عمال تحكي فيه ده ما فيهوش جديد بالنسبه لي. انا ممكن احكي لك حاجات اكتر من كده بكتير. الدايره اللي بتتكلم عنها دي انا اللي راسمها وعارف كل تحركاتها. ابو الحزم اللي مات وفجاه عملوه شهيد، انا اللي قتلته. ايوه انا اللي قتلته. يمكن دي حاجه في مصلحتهم، عشان كده كان لازم يكملوا ويخفوا اي مكالمات عشان ما يفضحوش اللي وراه. مين اللي وراه؟ جهاز سري انا كنت واحد من المسؤولين فيه. مهمتهم عمليات معينه زي الكنيسه وغيرها. يعني انت كان ليك يد في عمليه الكنيسه؟ ايوه، بس مش انا اللي كملتها. وغيرها زي ايه؟ مش مهم تعرف يا زين. مش مهم اعرف؟ مش مهم اعرف؟ وانا اللي جاي انبهك واقول لك خد بالك تقول لي مش مهم اعرف؟ انت عارف انا عملت ايه يا جمال؟ انا ضحيت بوظيفتي وبمركزي علشان اعرف. لما حسيت ان في شبهه فساد في قضيتك وانك ممكن تكون كبش فيها لحد تاني رفضت اكمل. عارف ليه؟ علشان عايز اعرف، عايز اوصل للحقيقه. عارف يعني ايه الحقيقه؟ واديك عرفت الحقيقه. تقدر بقى تبرأني من اللي انا فيه؟ ابرأك ازاي وانت مذنب؟ ومين قالك ان انا مذنب؟ باعترافك دلوقتي. ده كان واحد لازم يموت، مش انت اللي تحدد. انا اخترت صفك وطلع غلط. ما تضحكش على نفسك، انت اخترت صف الحقيقه ما اخترتنيش انا، وكنت فاكرها معاك. وهي فعلا معايا يا زين. ازاي دي بقى مشكلتك انت؟ انت بتشوف كل حاجه بعينك انت وبس، عشان كده شايفني مجرم ومذنب. عارف لو شفتها بعينيا هتعرف ان انا مظلوم وبريء. ما تتعبش نفسك، هي حقيقة واحدة ملهاش تاني. حتى لو كده يا سيدي حاول تساعدني، خلينا نفضحهم قدام العالم كله. يا زين، يا زين مش انت لوحدك اللي ضحيت، انا كمان ضحيت ودفعت الثمن ولسه بدفعه ومش عارف افضل ادفعه لحد امتى. المشكلة ان انا مش عايز ابرر نفسي من تهمة ولا اتنين، المشكلة اكبر من كده بكتير قوي. حتى لو فكرت ارجع مش هقدر. عارف ليه؟ عشان خلاص مسكت اول الخيط بايدي، الا لو شديته هيكر كل فضايحهم، وهم من الناحية التانية برضه عايزين يشدوه عشان يجيبوني لحد عندهم. وساعة ما ياخدوني هيدفنوا كل حاجة تحت الأرض يا زين. فكر معايا يا زين، أنا مش عارف أعمل حاجة لوحدي، أنا عايزك تساعدني وعايز ليلى تساعدني وعايز كل بني آدم نضيف يقدر يساعد. يساعد في إيه؟ أنت بتحكي عن كيان هلامي، تنظيم سري عايش حوالينا زي الهواء، عمالين بنتنفس فساده كل دقيقة. إيه الخيط اللي في إيديك؟ انت قلتها من غير ما تاخد بالك، هي دايره وعماله بتخنق عليا لحد ما تقفل. هي اسمها دايره.